قبل متابعة الحوار مشاهد من التفجيرين اللذين استهدفا مراكز أمنية في حلب، ونشير مشاهدينا إلى صعوبة وقساوة هذه المشاهد. نعتذر مسبقا عن قساوة هذه المشاهد التي ننقلها مباشرة عن التلفزيون السوري، وتظهر أشلاء هذه المشاهد مباشرة من تأتي مباشرة نقلا عن التلفزيون السوري للتفجيرين اللذين استهدفا مركزين أمنيين في حلب بسيارتين مفخختين. هي المرة الأولى التي تشهد فيها حلب تفجيرا أمنيا. كانت هذه التفجيرات قد كثرت في المرحلة الأخيرة في العاصمة السورية دمشق، على ما تظهر المشاهد أن حجم الانفجار أظهر تظهر الصور دمار في محيط التفجير. صور مباشرة من حلب. هذه الصور ينقلها التلفزيون السوري مباشرة من مدينة حلب، حيث استهدف تفجير سيارتين مفخختين لفرع الأمن العسكري. مكتظة بالسكان، وأيضا كما ترى الآن الأشلاء من خلف هذه أشلاء الضحايا الشهداء الذين سقطوا. سأشرح واحدة تلو الأخرى. هذه لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت هذه هي ال 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 الأشلاء التي تشاهدونها أمامكم مشاهدي الفضائية السورية. هذه هي الصور للضحايا. لم نستطع إلى الآن الحصول على عدد للضحايا الذين وقعوا في هناك. أسامة، أطفال كانوا هناك أطفال كانوا موجودين هنا، وهذه هي الصور التي تشاهدونها أمامكم. هذه هي صور الأشلاء، صور هؤلاء ماذا كانوا يفعلون أسامة؟ لا أدري. حلب كانت مستهدفة منذ البداية التحريض، ولكن وصلوا إلى مرحلة التفجير. اسمحوا لي لو سمحتوا، هذه أسامة لم يكن ذنب هذا الطفل إلا أنه كان يلعب في هذه الحديقة، وهذا ما تبقى من جسده. هذا ما تبقى من جسده أسامة، هذا ما تبقى من جسده، فقط الباطناج الذي كان يرتديه من أجل اللعب هنا في هذه الحديقة. أتابع، تفضلوا، تشاهدون هذه الصور المأساوية التي لا تمت لأي دين ولا أخلاق كما تتابعون. هذه هي الصور، الصور طبعا تم إرسال أيضا صور إضافية. هذا المواطن بدون رأس، أين رأسه؟ الله أعلم. هذه هي العملية التفجيرية، هزت حلب. الصوت كان هناك مناطق تبعد عن مكان الانفجار أكثر من 20 كيلو، وأنا أؤكد هذا الموضوع لأنه منزلي بعيد عن مكان الانفجار بحوالي 20 كيلو. هزت البيوت، أما ما بالكم البيوت التي بجانب المبنى. سأتابع لو سمحت المصور محمد، أنت معي مصور، ننتقل، خليك معي على هذه هي. هؤلاء هم ضحية العمل الإرهابي الذي كان اليوم استفاقت حلب على هذا التفجير. محمد نقرب شوي، محمد، نعم. هذه هي الصور إلى الآن. لم نتأكد من الحصيلة الرسمية لعدد الضحايا. إذن مشاهدينا، هذه الصور مباشر من حلب ينقلها التلفزيون السوري للتفجير الذي استهدف فرع الأمن العسكري في هذه المدينة صباح اليوم.